ولنقاش الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحون في المخيمات بالتزامن مع قرار إغلاق هذه المخيمات في أوضاع صحية استثنائية يمر بها العراق على غرار العالم. ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي السيد محمد عماد. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم. في ظل قرار إغلاق مخيمات النازحين في ظروف صحية أمنية وتعليمية صعبة يعيشها النازحون، ما مدى عقلانية المبررات التي تتمسك بها الحكومة في بغداد لإغلاق هذه المخيمات من الناحيتين الحقوقية والإنسانية؟ نعم، في البداية تحية لكم وللسادة المشاهدين، وانطلق من سؤال حضرتك في بحث نقطة ما هي مدى العقلانية في التعقيب على مثل هذا القرار. ونحن نؤكد هنا أنه لا يوجد أي أساس قانوني أو إنساني أو أخلاقي حتى في اتخاذ مثل هذا القرار بإغلاق مخيمات النزوح واللجوء داخل العراق، لا سيما وأن تلك المخيمات في أساسها تفتقد للعديد من المقومات الأساسية. ونحن الآن نتحدث عن أزمة كورونا تضاف إلى تلك الأزمات التي تعاني منها المخيمات أو الظروف المحيطة في المعيشية في تلك المخيمات، هذا أولا. ثانيا، التعقيدات الأمنية وتخلف الحكومة عن أداء واجباتها القانونية والإنسانية تجاه مئات الآلاف من الأشخاص، لأن العراق تعتبر من إحدى أكبر الدول التي تعاني من موجة النزوح القسري، وأيضا تعاني من الأوضاع الإنسانية والأوضاع الأمنية الصعبة. كل هذه المعطيات تعكس مدى الخطر الذي يصيب وقد يطال عدد أكبر من النازحين قسريا داخل مخيمات العراق، هذا أولا. ثانيا، ضعف أو عدم وجود ضغط دولي من قبل المؤسسات الدولية ولا سيما الأمم المتحدة. نعم، وجدنا هناك متابعة من قبل الأمم المتحدة ومن المقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان بشكل عام من في ناحية تصاريح وأيضا في مواقف قانونية خرجت، لكن لم نجد هذا الأمر ترجم على أرض الواقع لثني الحكومة العراقية عن وقفها في قرار إغلاق المخيمات العراقية، هذا من جانب. من جانب آخر، أيضا الخدمات الصحية المقدمة في مخيمات النزوح وأيضا ارتفاع أعداد الأشخاص المصابين بالسرطان لا سيما النساء منهم وانتشار سرطان الثدي أو اكتشاف الأعداد الأكبر من سرطان الثدي بين الأشخاص النازحين قسرين وبين النساء بشكل عام في العراق، هذا تحدي أيضا يضاف للتحديات التي يعاني منها النازحون القسريين. وبالتالي ما نقوله كالآتي: في حال استمرار الحكومة العراقية في خطتها أو عدم عودتها عن قرارها بإغلاق المخيمات النزوح، سنشهد مزيدا من الأزمات الإنسانية، وللأسف سنشهد المزيد من التداعيات الخطيرة التي قد تطال عشرات الآلاف من الأشخاص من النازحين القسريين في العراق. كان هنالك الكثير من ردود الفعل الدولية حول هذا القرار، قرار إغلاق المخيمات. الاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه تجاه إغلاق السلطات غير المنسق لمخيم الجدعة. هل يمكن أن يترجم مثل هذا القلق إلى مواقف فعلية تحد من معاناة النازحين؟ لنكون واضحين، بالمجمل ما يمكن قراءته من المواقف الدولية في أعقاب قرار الحكومة العراقية بإغلاق مخيمات النزوح قسرين هي لا زالت مواقف تراوح مكانها، بمعنى أن الاتحاد الأوروبي ومن قبله الأمم المتحدة وحتى العديد من النواب في البرلمان الأوروبي قاموا بالتأكيد على أن هذه الخطوة هي خطوة مخالفة للقانون، أكدوا على خطورة تداعيات استمرار الحكومة في نيتها بإغلاق تلك المخيمات. لكن ما نود التأكيد عليه هنا أن المجتمع الدولي هو مطالب بإيقاف هذه الخطوة أو هذا القرار، أو على الأقل إقناع الحكومة العراقية بالعودة عن هذا القرار عبر عدة وسائل، سواء كان المساعدات المالية التي تقدم للحكومة العراقية أو من خلال تشكيل رأي وجبهة دولية ضاغطة على الحكومة العراقية لثنيها عن مثل هذا القرار. وبالتالي أن يكون هناك تصريحات هو أمر مرحب به من الجهات الدولية، وهذا ما نطالب به دائما من أجل خلق رأي دولي أو خلق حالة من الإجماع الحقوقي على قضية معينة. ونحن نتحدث الآن عن قضية تمس مئات الآلاف من الأشخاص، لكن هذه المواقف يجب أن تتبعها إجراءات حقيقية على أرض الواقع من أجل حماية حقوق الإنسان، بمعنى أنه لا يكفي أن يكون هناك رأي مطالب أو موقف مطالب من الاتحاد الأوروبي أو حتى من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة بالحكومة العراقية بمطالبتها بالرجوع عن هذا القرار، لكن يجب أن يكون يتبع هذا الموقف
خطوات جدية على أرض الواقع، على الأقل أن يكون هناك ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وعن هيئة الأمم المتحدة للوقوف على حجم والمخاطر التي تتهدد آلاف الأشخاص داخل مخيمات النزوح، وأيضا الاطلاع على الأوضاع الإنسانية والأوضاع الصحية في العراق وفي مخيمات النزوح من أجل المساعدة في تحسين أوضاعهم. نعم، العراق يتحمل المسؤولية، أو الحكومة العراقية بشكل أساسي تتحمل المسؤولية في الحفاظ وحماية أرواح أولئك الأشخاص، لكن أيضا المجتمع الدولي عليه المسؤولية الأكبر لمساعدة الحكومة العراقية على الأقل في تقديم المساعدات الطبية والعمل على إنشاء مشافي ميدانية، وأيضا زيادة الكوادر الطبية بخبرات دولية قد تساعد في التخفيف من وطأة التأثيرات التي خلفتها الحرب على تنظيم داعش، لا سيما نحن نتحدث عن اكتشاف حالات السرطان التي تزداد يوما بعد يوم. في هذا السياق بالحديث عن أمراض السرطان، وهو وجه آخر للمعاناة الإنسانية التي يعاني منها النازحون بعد ارتفاع معدلات السرطان تحديدا في الموصل والبصرة، هل هناك أي خطوات دولية أو حتى حكومية عراقية لمحاولة استيعاب هذه الفئة من المصابين بالأمراض السرطانية وتلقيهم للعلاج على الأقل، حقهم في العلاج باعتبار أنهم موجودين في هذه المخيمات بشكل مؤقت أو دائم؟ نعم، هذا الأمر هو ما نتمناه، بمعنى أن نتمنى أن يكون هناك دور بالتنسيق من بين الحكومة العراقية والمؤسسات الدولية ذات الصلة وهي منظمة الصحة العالمية مثلا والعديد من الحكومات الأوروبية لمحاولة التخفيف من وطأة هذا الملف. لكن دعيني أذكر هنا أن الحكومة العراقية في بداية أزمة كورونا وإلى هذه اللحظة لم يكن تنسيقها مثلا مع منظمة الصحة العالمية سواء في موضوع الأرقام أو حتى في موضوع التجارب واللقاحات وأيضا الإجراءات والتدابير التي فرضتها منظمة الصحة أو التي أوعزت بها إلى حكومات الدول. لم تقم العراق بأي محاولة أو حتى فتح خطوط تعاون مشترك، وهذا الأمر عبرت عنه منظمة الصحة العالمية في أكثر من موقف، لا سيما في الأيام التي ارتفعت فيها حالات المصابين بأعداد كبيرة جدا. وبالتالي نقول أن الحكومة العراقية لها سجل غير موفق في مجال التعاون في المجال الصحي عفوا مع المؤسسات الدولية ومع الجهات ذات الصلة. لكن نتمنى على الحكومة العراقية، وهو التزام يقع على عاتقها من قبل القواعد القانونية الدولية وأيضا في الدستور العراقي، أن تقوم ببذل كل الجهد من أجل وقف تأثيرات الأمراض والأوبئة المزمنة التي تصيب أفراد والرعاية الموجودة على أرضها من خلال التنسيق مع المنظمات الصحية الدولية، هذا أولا، وثانيا أن تقوم بالتنسيق مع الدول المتقدمة والدول الأوروبية وأن تطلب مساعدات مالية وعينية وحتى كوادر طبية من أجل الوقوف على الارتفاع المقلق لأعداد المصابين بالسرطان، وأيضا من أجل بحث آلية كيفية محاولة يعني السيطرة على هذا الأمر في ظل انتشار فيروس كورونا أولا، وأيضا في ظل انتشار العديد من العوائق التي تمس الحالة الصحية الموجودة في العراق. هذه المطالبة يجب أن تكون موجهة في البداية للحكومة العراقية وأيضا للمجتمع الدولي، بمعنى أنه إذا لم تتحرك الحكومة العراقية في هذا الاتجاه على الأقل المجتمع الدولي والأجهزة المتفرعة عنه سواء كانت هيئة الأمم المتحدة أو حتى منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع مجلس الأمن، أن يقوموا بخطوات عملية على أرض الواقع لحماية حقوق الإنسان، لأنه طالما لم تقم الحكومة العراقية بالتحرك في هذا الاتجاه فعلى الأقل أن تقوم الجهات الدولية بتحمل التزاماتها القانونية والقواعد الدولية المرعية في هذا الجانب، لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من أجل حماية أرواح العراقيين هناك، وأيضا الوقوف على حجم الانتهاكات والأوبئة المنتشرة في المخيمات العراقية بشكل خاص وفي الأراضي العراقية بشكل عام. أشكرك الباحث القانوني في المرصد الأورو متوسطي محمد عماد، حدثتنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.